القائمة كما قلنا تتكون من أربعة سادة، اللي هو سي عمار الكسيكسي، الأستاذ عبد الحميد عميرة، الأستاذ المنوب الترودي، والأستاذ ريم البجاوي. يتكون من أساتذة الطب الدكتور شفيق الجراية والدكتور خضر، وتتكون من أعضاء اللي هما سي زياد المسعودي، سي ربيع الخوجة، سي قنطاوي النوري. سي قنطاوي النوري بالضبط. أعطينا برنامج برنامج إن شاء الله كما قلنا هو إرجاع العلاقة الطبيعية والوتيدة لازم تكون ما بين الجامعة التونسية لكرة القدم ووزارة الإشراف وكافة مكونات الدولة التونسية، كيف العمل على البرنامج الثاني هو إصلاح المشاكل الموجودة حاليا على مستوى التمويل والخطايا الكبيرة اللي عند الأندية، القوائم المالية للأندية اللي يلزمها ترجع للحالات الطبيعية، كيف على مستوى تكوين الشبان، على مستوى زاد يلزمنا خدمة كبيرة على مستوى تكوين الشبان، على مستوى الأكاديميات الخاصة اللي يلزمها تحتضنها الجامعة التونسية لكرة القدم وتقوم ببرامج إصلاحي كبير، لأن هذيك هي الخزان الكبير لكرة القدم التونسية على مستوى اللاعبين الشبان. كيف زاد يلزمنا خدمة كبيرة على مستوى الأطر القانونية للجامعة التونسية لكرة القدم، يلزمنا إصلاح سريع للقوانين التونسية والهياكل القانونية للجامعة التونسية لكرة القدم. كيف يلزمنا زادة مش نخدموا برشا على مركزية لجامعة كرة القدم التونسية، لأنه فما مشاكل كبيرة، فما تنقل كبير من رؤساء الجمعيات والكتاب العامين من كافة ولايات الجمهورية إلى العاصمة باش ناخو ملصقات ولا باش ناخو إجازة، اللي هي إن شاء الله هذه أبارتير من الموسم القادم كل شيء يبدأ موجود في الرابطات وما نستحقوش باش تحولوا رؤساء الجمعيات. كيف زادة رؤساء الجمعيات يلزم يكونوا موجودين على ورقة المقابلة، خاطر نعرف احنا الملاعب التونسية ما فيهاش أماكن مخصصة للرؤساء الجمعيات، وبالتالي يلزم نحفظوا لهم القيمة نتاعهم ويكونوا موجودين على مستوى بنك الاحتياط. سي وسام، كيفاش تشخص واقع كرة القدم التونسية في الوقت الحالي؟ الحق هي كرة القدم التونسية تمر معناتها بواقع صعيب ياسر، فهمت، سورتو على مستوى المالي كما قلنا، على مستوى تكوين الشبان، ما نساوش زاد الحكام اللي عندهم مدة كبيرة مش خالصين، واللي عندنا مشاكل كبيرة على مستوى الحكام الشبان خاصة اللي ماهوش موجودين على مستوى الإعلام. بالتالي إن شاء الله مع سيناجي جويني، مع دونك القيمة الكبيرة نتاع سيناجي جويني، ما نجم نكون كان داعمين لها باش نخرجوا بالتحكيم إلى بر الأمان إن شاء الله. هما كل عضو من القائمة عنده جمعية، وبالتالي ما نسحقوش تمنا، لأنه أكبر تمن الجمعيات الرياضية هو التاريخ الناسع لرئيس القائمة، كيف زاد الأخيان الكل الموجودين في القائمة. دونك احنا خدمنا 14 سنة في رابطة وعنا اسمنا ورانا، دونك ما نشبجيو نلعبوا بالاسم هذا. أولوية كما قلنا هي إرجاع العلاقة الطيبة ما بين الجامعة التونسية لكرة القدم وزارة الإشراف، هذه هو برينسيبال مون توا. كيف زاد عندنا ديزيشيونس بور ليزيكيب ناسيونو جون، ليزيكيب ناسيونو فيمينين، هذوما اليوم في مواد أفريل لازم التركيز عليهم مع كافة الإخوة باش إن شاء الله نحققوا نتائج طيبة. بيان سور كتبنا قائمة مسنودة من أربعة، فيها أربع معناتها أخيان أساتذة، ما تنجمش تكون كان إن شاء الله معناتها تمر. برنامج حاجات كان هكا ما تكون كان بينصير مع كافة أعضاء القائمة المترشحة، وكيف زادة بينصير مع الإدارة الفنية ومع الهياكل اللي لازمها تكون موجودة وتمثل اللاعبين الدوليين التونسيين، زادة اللي هي تكون لازمها تكون شريكة في القرار. بينصير كل واحد عنده إشكالية يلزمها، احنا هنا موجودين باش نصلحوا كرة القدم، باش نصلحوا الجامعة التونسية كرة القدم، دونك احنا هنا بالاشتراك مع وزارة الإشراف، إذا كان فما حاجة بينصير كل واحد تعمل مسؤوليته.